دايما لما بتبقى في اوضاع فيها قلق او توتر، وخصوصا اذا وصلت الى مرحله السلاح والحرب، فبيبقى عندنا ثلاث اسئله مهمين جدا. ماذا حدث؟ المقدمات اللي ادت الى هذه النتائج، وماذا يحدث؟ لازم نبقى متابعين، مش لازم تشغل نفسك قوي لحظه بلحظه، بس لازم تتابع ولازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل النهارده على الارض وماذا سيحدث، القراءة القادمة لما هو قريب. بعض الناس هتفتكر انه ده شغل السياسيين، ده شغل الدولة، ده شغل الأجهزة الكبرى، لكن الحقيقة فهمنا احنا كمواطنين للتلات أسئلة دول هيساعدونا جدا على عبور هذه المرحلة بكل ما ستأتي به علينا من تأثيرات، لأنه مفيش حرب في مكان ما من العالم لن تؤثر عليك وانت قاعد في بيتك النهارده وبتشتري متطلباتك الاساسيه. مفيش دوي انفجار بيحصل في اخر بقعه في الارض الا وبيؤثر علينا بشكل او باخر. يمكن في فترات زمنيه سابقه كنا نقول اصلا ما كناش بنسمع وما كناش بنعرف، وكانت وسائل التواصل ابطا واقل تاثيرا. وكانت حتى التاثيرات بتوصل لنا بعد وقت، لكن النهارده احنا بنتاثر من قبل ما يحصل أو متحصل الحرب. ناهيك بقى عن تأثر الناس والقصص الإنسانية الكثيرة، لكن إحنا النهاردة دورنا إن إحنا نقول إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل وإيه اللي هيحصل. اللي بيحصل حالا دلوقتي، وسائل الإعلام شاركتنا بأنه سمع دوي انفجارين قرب ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة. ومنذ قليل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استولت على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأمريكا لأوكرانيا، ومن بين أنظمة الصواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات ولاو البريطانية. الوزارة قالت في بيان ليها أنه القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و19 نظام دفاعي جوي من طراز S-39 أو 300 أوسا ومحطة رادار. ده فيما يخص ماذا يحدث حالا من دقائق. ما زال إطلاق النار يحدث، ما زال هناك يعني نقدر نقول انه تقدم من الجانب الروسي في الداخل الاوكراني، وده بيمثل خطوره شديده جدا. واللي حضراتكم سمعتوه معانا، هلع المواطنين، هروب المواطنين في الجو عندهم دلوقتي قارس البروده في شتاء صعب، يعني التفاصيل على كل المستويات ما هياش الطف حاجه ابدا. على صعيد بقى اللي ممكن يحصل او المحاولات السياسيه للتفاوض، دايما بتكون مائدة التفاوض هي الحل الأفضل كثيرا للشعوب. أحيانا الشعوب لا تهتم بالمكاسب والخسارات السياسية قد ما تهتم بأمانها أولا. فاللي ممكن يحدث في الوقت القريب هو يعتقد أنه يبقى بناء على هذا الخبر، أنه الرئيس الأوكراني دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي دعا نظيره الروسي إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العسكرية، بينما قالت الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع كييف. يعني طرح التفاوض أو من طلب التفاوض هو الجانب الأوكراني، وده كمان ليه معنى ولي قول يعني في أنه إلى أي كفة تتجه الحرب. وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده لإرسال وفود للتفاوض، ونتمنى أن يحدث هذا. المفاوض الأوروبي للسياسات الخارجية جوزيب بوريل أعلن أنه تم وضع رئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافيروف ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات. قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا اليوم الجمعة أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الحبوب. بالتأكيد فكرة بقى التأثير على الاقتصاد العالمي دي حاجة إحنا مش متفاجئين بيها، إحنا مدركين جدا إنه مش بس العقوبات على روسيا تؤثر على الاقتصاد العالمي، استمرار الحرب لأسبوع غير استمرارها لمدة شهر غير استمرارها لثلاث شهور، كل يوم في الحرب تكلفته عالية جدا، مش بس على الدول
اللي بتحارب وبتخسر من الطرفين. بالمناسبة في الحرب الخاسر والمهزوم الاثنين خسرانين، خسرانين يعني على المستوى الاقتصادي حتى وإن كانت هناك مكاسب سياسية. النهاردة بقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كلمته أن القوات العسكرية بتؤدي مهمتها بكل نجاح على أراضي أوكرانيا، ونطالب العسكريين الأوكرانيين بألا يستخدموا المدنيين دروعا بشرية. هتلاقي بقى كلام كتير كده يعني يجمل الصورة القبيحة للحرب، والفكرة التلويح بأمان وسلامة المدنيين طول الوقت ما هيش أبدا الرسالة الألطف في الحروب، لكن هو ده اللي حاصل دلوقتي. وخلينا نشارك حضراتكم بأنه هذا هو ما يحدث. دي يعني ما أقدرش أقول لحضراتكم أنها متابعة كاملة للي حاصل النهاردة، لكن على مدار اليوم وعلى مدار متابعة وتغطيات زملائنا الإعلاميين احنا سمعنا كل التطور.